السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة للتخلص من دوالي الساقين. كما تعرفون، دوالي الساقين أو الكاحلين دائما ما تكون قريبة من سطح الجلد، وتظهر هذه الدوالي عند وجود خلل في صمامات الأوردة مع ضعف في الساقين، حيث أن الصمامات تعمل في اتجاه واحد لأن اتجاه الدم داخل الوريد يكون لأعلى متوجها إلى القلب. وبذلك فعندما تتعطل هذه الصمامات أو يحدث خلل بها يؤدي إلى حدوث التجمعات الدموية، وتصبح الأوردة فيما بعد كبيرة وملتوية وتظهر الدوالي على سطح الجلد. ومن أهم أسباب ظهور دوالي الساقين الضغط على أوردة الساقين، والذي ينتج عن الحمل والتغيرات الهرمونية، حيث يضغط الرحم على الأوردة، التقدم بالسن، زيادة الوزن والسمنة، الوقوف لفترات طويلة، وأيضا وجود سبب وراثي لظهور الدوالي عند بعض العائلات. وتتخذ الدوالي شكل عروق زرقاء متعرجة ممتدة بالساق أو الفخذ، أو على شكل بقع من الشعيرات الحمراء أو الزرقاء بالجلد. ومن أعراض الدوالي تحديدا دوالي الساقين، نجد تورم وشعور بحرقان وألم في الساق، والذي يزيد نسبته الزيادة وحدة الوقوف. أيضا التورم في القدمين أو الكاحلين، التغيرات الجلدية مثل تغير اللون والالتهاب والجفاف، وأيضا التقرح وحدوث نزيف من الإصابات البسيطة. سنعمل وصفة ستساعدنا كثيرا في تحفيز الدورة الدموية في هذه المناطق، وبالتالي ستساعد في التخلص من الدوالي. لنتعرف على المكونات وطبعا نبدأ في عمل الوصفة. إذا لعمل وصفتنا سنحتاج المكونات الأتية: سنحتاج هذا الكريم المسمى بفابوفيك، وهو عبارة عن كريم يصلح للزكام، وحتى أيضا لعلاج الآلام الروماتيزمية، يعني له العديد من الاستخدامات تجدونه في الصيدلية. سنحتاج في وصفتنا لزيت الخروع، لزيت جوز الهند، ولفيتامين أ. إذن هذه المكونات لنبدأ في عمل الوصفة. إذن سأحتاج مقدار ملعقة صغيرة من هذا الدهن، رائحته فواحة ويحتوي أيضا على زيوت عطرية رائعة جدا، يحتوي خصوصا على زيت الأوكاليبتوس وأيضا على الكافور. سنضع أيضا في الوصفة زيت الخروع بمقدار نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع. سنضع أيضا في وصفتنا زيت جوز الهند، هذه الزيوت رائعة جدا. سأضع تقريبا مقدار ملعقة صغيرة، ثم سأضيف الفيتامين أ، هذه الكبسولات سنضع مقدار كبسولتين، في حال كانت الكبسولة كبيرة يمكنكم الاكتفاء بواحدة فقط. سنقوم بتقطيعها ثم نقوم بإفراخها بهذا الشكل. طبعا سأقوم بالعملية للكبسولة الثانية. إذا نحاول تقطيعها قليلا. طبعا إن كنتم تتوفرون على فيتامين أ سائل يمكنكم استعماله بدل الكبسولات. سنضع منه تقريبا ربع ملعقة في حال كان سائل. إذن بعد أن انتهيت نقوم بخلط الكل للحصول على ما يشبه الكريم، ثم نخلط الكل جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. نحاول دمجه جيدا حتى تتجانس العناصر كلها. طبعا بعد تحضيره يمكنكم الاستعانة بعلبة نظيفة للاحتفاظ بالكريم طبعا حتى لا يتعرض للهواء ويبقى محتفظ بخواصه طبعا لحين استعماله. إذن لاحظوا الكريم الذي حصلنا عليه.
إذا بعد الحصول على هذا الكريم وكما ذكرت الاحتفاظ به في علبة، إليكم الطريقة التي ستستعملونه بها. تأخذون القليل من هذا الكريم طبعا بعد أن تقوموا بتنظيف المكان الذي تتواجد به الدواري، طبعا يفضل يعني بعد أخذ حمام، لما لا يمكنكم دهنه على المنطقة بعمل يعني حركات خفيفة للمنطقة، ليس بالضغط بشكل يعني قاسي وإنما بلطف. تقومون يعني بدهن المكان صعودا إلى أعلى، يعني تستمرون على هذه العملية حتى يتشرب الجلد كامل الكريم. يمكنكم عمل هذا الكريم مرة يعني في اليوم، خصوصا يعني قبل النوم، سيكون ذلك يعني جيد بشكل كبير جدا. وفي اليوم الموالي تنظفون المكان يعني باستعمال الماء الدافئ والصابون لما لا لإزالة بقايا الكريم، وتستمرون على هذه الخلطة حتى تحصلوا على النتيجة المرجوة. هي تعطي نتائج أكثر من رائعة لأننا وضعنا فيها مكونات تساعدنا كثيرا في التخلص من الدوالي، بحيث زيت الخروع يعد من مضادات الالتهابات ويحسن الدورة الدموية، أيضا زيت جوز الهند واحد من أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة، فهو يحسن تدفق الدم ويخفف كثيرا من مظهر الدوالي. الفيتامين أو كما تعرفون جيدة جدا للجلد، تمنحها يعني القوة والمرونة. وأيضا وضعنا كريم الفابوراب، هذا الكريم رائع جدا، هو الآخر يحسن الدورة الدموية في المنطقة يعني ويجعلها يعني تسير بشكل صحيح في المنطقة. وللتخفيف من الدوالي طبعا ولما لا حتى الوقاية من ظهورها، إليكم بعض النصائح، منها ممارسة التمارين الرياضية يوميا لتحسين الدورة الدموية داخل الجسم. في حال كنتم يعني تعانون من الدوالي، قوموا برفع الساقين من أجل تسهيل جريان الدم وتخفيف الضغط عليها. أيضا حاولوا عدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وتدليك الساقين لتحسين جريان الدم. أيضا حاولوا التخفيف من الوزن الزائد في حال كنتم تعانون من السمنة. تناولوا الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة كالجريب فروت والبرتقال، التوت الأسود، الفراولة، البصل، أي يعني كل المواد الغذائية التي من شأنها جعل الأوردة تبقى بصحة جيدة. تجنبوا أيضا الجلوس بطريقة تقاطع الساقين لأنها تعيق الدورة الدموية. طبعا في حال كنتم تدخنون حاولوا الامتناع عن ذلك. وأيضا بالنسبة للسيدات قللوا من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لأنها ترهق الساقين، وبالتالي يعني قد تسبب ظهور الدوالي. إذا كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لا تنسوا لايك للفيديو إن أعجبكم طبعا، وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيد هو الآخر. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، اتركوا تعليق أسفل الفيديو. أشكركم على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، على تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.